يتم إنتاج الأمصال المضادة للتسممات العقربية. هي عقارب مختلفة تم تجميعها من مختلف الولايات. تسمح عملية جمع العقارب بتقليص عددها والحد من انتشارها من جهة، وكذا باستخلاص سم العقارب كمادة أولية لإنتاج المصل. منطقة الواد، مسيلة، لغواط، بسكرة، جنوب باتنا، ورقلة، هذو كاع يجيبوا العقارب. يجيبوا العقارب للمحط باستور، الملحقه تاع المحط باستور، وحنايا هي ساعات يجيبوا لنا نوعين ثلاث انواع، ولكن حنا ننحيو من نوع واحد فقط اللي هو لوندروفونيس اوستراليس، لاخاطش هذا نخدموا المصل من هذا النوع. هو راح يحمي ضد الانواع الاخرى، وهو اللي منتشر بكثره، الانواع الاخرين مش منتشرين بكثره. نجيبوا حوالي 50 60 الف عقرب، 70 الف، لان الانثى تولد في نهايه شهر ابريل، تولد بين 60 حتى 140، وكلهم يعيشوا. في الجزائر كاين حوالي 43 نوع من العقارب. لو كان نجو لهذا النوع مثلا، شوفوا هذا النوع، هذا النوع شوفوا الحلقه الرابعه تلقاوها مستطيله الشكل، هاي اللي كلها هنا، ها شوفوا الحلقه الرابعه تلقاوها مستطيله الشكل. اذا هذا النوع هو عنده نفس اللون كيما هذا العقرب، ولكن هذا النوع غير قاتل. هذا النوع اللي نلقاوه بزاف في شمال اضرار، تندوف، بشار، على بها هذوك المناطق ما تسدش وفيات بزاف. كما هذا النوع نلقاوه بزاف في الشمال، نلقاوه في بلاد القبائل، تيكزير، نلقاوه في ازفون، في مثلا جرجره، هذا النوع، ونلقاوه كذلك في الصحراء، كما هذا النوع غير قاتل. نقدر نلقاوه حتى في بوزريعه. تنتشر في الولايات الداخلية والجنوبية أصناف من العقارب. أخطرها يتم التعرف عليه من خلال شكل الفقرات. كيفاش راح نفرقوا بين النوع القاتل والنوع اللي ما يقتلش؟ النوع القاتل هاوليك، كي تشوفوا في الصورة هاوليك. نحسبوا الحلقات تاعو، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. شوفوا بلي الحلقة الرابعة راهي مربعة الشكل ولا مكعبة، يعني هاي لك مربعة، شوفوا مربعة. شوفوا هذا النوع الأسود، كون نجوا الحلقة الرابعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ثاني مربعة الشكل. الحلقة الرابعة ها مربعة الشكل هاي، والسم يخرج من هاي لك الغدة اللي يخرج منها السم، يتخدم هنا ويخرج من الشوكة من السم. ثم العقرب لو كان تروح له هذه خلاص يولي غير خطير، ولكن ما يعيش بزاف، لاخاطش هو يسحق السم باش يصيد به. هذا يا كبير في عمره حوالي 5 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، وهذا في عمره عام. هو نفسه كي يكون صغير يكون هاك، يكبر يولي هاك، كي يكبر يقدر يولي 12 سنتيمتر من حتى لهنا. هذا يقتل وهذا يقتل، نفس المفعولة، هو بعد 45 يوم يولي قاتل. بهذا المخبر يستخلص السم من العقارب. يقوم المختص بشد العقرب بواسطة ملقط، ويعرضه إلى جهاز ينتج شرارة كهربائية، فيكون رد فعل العقرب إخراج السم. الوغ اون فوا نحو السم تاع العقرب هنايا، نحوه هذا، نحطوه في هذا الجهاز الناقوس هذايا، نحطوه هنايا ونخلوه ينشف. كي ينشف السم تاع العقرب، من بعد نخبوه في الثلاجة 4 درجات، ونخلوه نقدروا نستعملوه لعدة سنوات كمادة أولية. جميع الأحصنة المتواجدة بالإسطبل يتم الاعتماد عليها لإنتاج المصل. يتم حقن السم المستخلص من العقارب بجسم الحصان. اختيار الحصان جاء وفقاً لقدرته على إنتاج الأجسام المضادة بكميات كبيرة. عندنا 50 أحصنة نقوم برعايتهم، هما أحصنة ذات سلالة شمال إفريقيا، حصان البربري، أكثر الأحصنة اللي هنا حصان البربري. الحصان قبل ما نحولو الدم باش يقوم بانتاج المصل، نعطيو له فيتامينات، شويه بروتينات، نعطيو له ادويه مضادات حيويه، ومن بعد ما نرجعوا له المصل في الدم، في عن طريق الدم، نقوموا ثاني نزيدوا نعطيو لهم شويه مقويات وياكلوا مليح ونقوموا برعايته. لازم الحصان نرعيه يوميا، رعايه يوميه في نهايه الاسبوع في الليل. اليوم وبعد مرور 5 أيام على حقن الحصان بالسم العقربي، يتم التوجه به إلى مكان استخلاص الدم. يتم استخلاص الدم من وريد الحصان ليمر على هذا الجهاز. وبعد عملية الطرد المركزي، يتم استخلاص المصل وإرجاع كريات الدم الحمراء والبيضاء لجسم الحصان. البلازما المحصل عليه وبفضل احتوائه على الأجسام المضادة لسم العقرب
يستعمل لإنتاج المصل النهائي. الأكياس اللي فيهم المصل نبعتهم المخبر آخر، نبعتهم المخبر آخر، هذاك المخبر الأمصار العلاجية يقوم بعلاج كيميائي وفيزيائي لهذيك المصل الخام. خصو ما تقدرش ديري المصل الخام هكاك، لازم ينحيلو بعض المواد، بعض البروتينات، يدير له يعني بعض الإضافات، وفي الأخير نتحصلوا على هذا المصل المضاد للتسمم العقربي اللي راكم تشوفوه فيه على شكل قارورات. هاي ديك تاع 5 مليلتر، هذه اللي توزع على المستوى الوطني، توزع على المناطق الحمراء كما مثلا ورقلاطة من راست أضرار، ومن بعد تجي المناطق البرتقالية كما مثلا تيارت المدية، ومن بعد تجي المناطق البيضاء. تحسيس المواطنين وتوعيتهم بأخطار اللسعات العقربية تساعد على تجنب التصرفات الخاطئة التي قد تؤدي بحياة المصاب. ما لازمش نجرو، ما لازمش نمصو، ما لازمش نربطو مكان اللسعة، ما لازمش نشلطو، وما نديروش الغاز البيطان والحجرة السوداء. واش لازم نديرو؟ لازم نتوجهو لأقرب مركز صحي ممكن في الساعات الأولى، لازم نربو حيوانات أليفة كما القنفذ والدجاج والقط اللي يلتهموا العقرب ما يخلوش، ولازم الثغور المنازل الإنارة العمومية تعبيد الطرقات. هنا تضافر عدة قطاعات، الجامعات المحلية، البيئة، التعليم، الإعلام، ولازم نسدوا الثغور، ما نكونش النفايات أمام المنازل، خش العقرب وين يلقى النفايات ينتشر، وكان نحو النفايات العقرب يقل. من العقرب إلى الحصان مرورا بالمخبر ليصل إلى جسم الإنسان، هو مسار إنتاج المصل المضاد للتسممات العقربية. فخلال سنة 2019 أنتج معهد باستور أكثر من 85 ألف جرعة لمواجهة لسعات العقارب والحد من الوفيات التي تنجر عنها.